السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي اليوم الصحفي الفلسطيني محمود معروف، مدير مكتب القدس العربي بالمغرب، وأصبح مديرا لمكتب صحيفة القدس العربي، وهو المنصب الذي قضى فيه 30 سنة، بينما قضى في المغرب 40 سنة، نسج خلالها علاقات عميقة مع المثقفين والصحفيين ورجال السياسة، وعرف كخبير في الشأنين المغربي والفلسطيني. ونشر الصحفي المغربي المعطي منجب على حسابه على فيسبوك شهادة في حق الفقيد، قال فيها: صديقي الفلسطيني الأقرب محمود معروف مات هذا اليوم، يا للهول الصدمة، لحد الآن لا أصدق. توفي دون سابق إنذار، كان بصحة جيدة، أزمة قلبية خانقة، تماما كما وقع لصديقنا الفلسطيني المشترك واصف منصور منذ سنوات قليلة. فلسطين والمغرب فقدا في محمود رجلا صامدا طيبا ملتزما بقضايا شعبه الفلسطيني وبقضايا المجتمع المغربي في الديمقراطية، وخصوصا تعدد الرأي بالصحافة. كان يتعرض لضغوط دائمة ليجعل من صفحات القدس العربية المخصصة للمغرب بوقا للرأي الرسمي الوحيد، ولكن رغم هشاشة وضعه بالمغرب كان يختار أحسن الصحفيين ومن كل اتجاهات الرأي بما فيها المنتقدة للسلطة، ليتيح لهم الكتابة بحرية ومهنية على صفحات الجريدة التي شارك في تأسيسها سنة 1989. تعرض عدة مرات لتشهير خطير من لدن المواقع والجرائد ذاتها، لما طلب مني مثلا أن أساهم منذ سنة 2017 بمقال رأي نصف شهري على صفحات القدس العربي، بل ناداه بالهاتف موظفون من الداخلية عدة مرات ليضع حدا لمساهماتي المتواضعة، خصوصا خلال شهر مارس 2018 حول اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين، ثم ليتصل به من جديد لما نشرت مقال عنوانه الأمن المغربي يخبط خبط عشواء حول قضيتي هاجر الريسوني وعمر الراضي الأولى في شهر يناير 2020. وعانى الويلات أحيانا مع صحافة القذف والدناءة شبه الرسمية، بل ومن ضغوط السلطة المباشرة بما فيها اعتقال قصير على عهد إدريس البصري، ومات صامدا رافعا رأسه وعلم بلاده المغتصبة ومحبا للمغرب والمغاربة، رحمه الله رحمة واسعة وصبر الله أهله.